اهلا بيكم في حلقه جديده من رمضانيات القهوه، والنهارده في تالت حلقه من رمضانيات القهوه هنتكلم عن مسلسل الاختيار. هنتكلم عن قصه المسلسل والمسلسل بيدور احداثه ازاي، وكمان هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهل فعلا المسلسلات المصريه والافلام بتشوه صوره الاسلام ولا الناس دي مشوهين اصلا. هنتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده، فنخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجري الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. وهي المعروف انها قصه حقيقيه عن البطل احمد المنسي، وشارك كمان المسلسل اللي عامل بطل احمد المنسي في المسلسل اللي هو امير كراره، والناحيه الثانيه في الطرف الثاني البطل الثاني اللي يعتبر قصاده هو احمد العوضي بيجسد دور هشام عشماوي. دول باين بعيلته وده باين بعيلته، ده بالقصه بتاعته وده باين بالقصه بتاعته. بيبين لك المسلسل ان احمد المنسي كان بطل ازاي وهشام عشماوي اختار ايه. عشان كده المسلسل اسمه الاختيار. الاختيار من ضمن انت اخترت ايه، اخترت تدافع عن بلدك ولا اخترت تتخرف في بلدك. ومسلسل بيدور ان كل حلقة بيتكلم عن حدث مختلف. مرة جابوا الميادين بتاعت مصر وبداية الثورة، ومرة جابوا لما الجماعة دي حاولت تغتال وزير الداخلية، وكذا حلقة مختلفة عن كذا قصة مختلفة، كل حلقة بقصة مختلفة، وكل حلقة بتتكلم عن موضوع مختلف عن الحلقة اللي قبلها، بس كل الحلقات مربوطة بقصة واحدة وهي عن البطل أحمد المنسي. المسلسل المميز اللي فيه انه فعلا قصة مميزة جدا، قصة بتبين لك الجيش المصري قد ايه هو جيش عظيم جدا، قد ايه ان الناس دي بتدافع عن البلد بكل ما ليها، بتدافع عن البلد بكل حرارة وكل رجولة وكل حاجة، بتدافع عن البلد بكل حاجة فيها، طاقتها وكل حاجة، سايبة عيالهم ومراتاتهم واهلهم وكل حاجة ورايحين عشان يدافعوا عن البلد دي. في ظل الناحية التانية ناس اقل حاجه اتقال عليهم ان هم زباله، ان هم بيعملوا حاجات ضد اللي احنا بنشوفه من الجيش، ان هم بيحاولوا يخربوا في البلد، بيحاولوا يقتلوا الجيش، بيحاولوا يقتلوا ناس يعني عساكر غلابه جدا. شفنا في المسلسل اول حلقه في المسلسل جابوا لك حادث رفح الاول وهم بيموتوا العساكر وهم بيفطروا قبل ما اصلا يكسروا صيامهم كانوا بيقتلوهم، وكذا حلقه بقى بعديها وشفنا لما قتلوا علي الزيني اللي هو اللي جسده اسر ياسين كضيف شرف. علي الزيني اللي اتقتل برضه في المداهمه، او اللي هم الجيش كان بيداهم بالتكفيريين. وكمان محمد امام جسد دور عمر القاضي في الكمين اللي كان لسه تحت الانشاء وبيقول اضربوا مدفعيه اضربوا مدفعيه احنا معناش ذخيره تعالوا بسرعه علينا غربلوا الكمين غربلوا الكمين. بس للاسف الجيش وصل وبرضه عمر القاضي مات اللي هو محمد امام. المسلسل قصته مميزه، والمسلسل ان فيه ناس حتى الممثلين اللي بيظهروا بيجسدوا الدور كويس جدا، وبعيدا ان هم بيجسدوا الدور حقيقي والناس دي فعلا اللي حصل في المسلسل ده حصل في الحقيقه والناس دي ماتت كده في الحقيقه. غير كده اداء الممثلين كويس، وحتى ضيوف الشرف اللي بتطلع ادائها كويس. فالمسلسل كويس جدا جدا جدا، المسلسل افضل ما فيه قصته الحقيقيه. عايزين نتكلم بقى في اهم حاجه، وهي ان المسلسلات او الافلام كما يقالوا الجماعه دي انها بتشوه صوره الاسلام. المسلسلات المصريه والافلام المصريه بتشوه صورة الإسلام، وهما بيقولوا إن هما بيشوهوا صورة الإسلام إنهم بيطلعوا الناس دي بدقن وبيشوهوا النقاب وبيشوهوا اللحية. طب تعالى أقول لك حاجة، اللحية دي مش هم أصلا الجماعة دي في الحقيقة هم اللي مشوهينها، اللي هم مربيين لحيتهم على أساس إيه؟ ومراتاتهم وعيالهم واللي منقبينهم برضه منقبينهم على أساس إيه؟ مش بيعملوا بيهم نهائي، اللحية دي كانت سنة على رسول صلى الله عليه وسلم، إزاي الناس دي مربية لحيتها وبتقتل في إخواتهم المسلمين، سواء هم مسلمين أو مسيحيين بتقتل بني آدم، إزاي بقى بتيجي تقول المسلسلات المصرية والأفلام المصرية بتشوه صورة الإسلام وهم أصلاً مش شايفين صورة الإسلام بنفسهم؟ لما يبقى مربي لحيه وطالع في فيديو بيقول لك احنا بنقتل الطواغيت، الطواغيت دول اللي هم بيدافعوا عن ارض وعن بلد وعن عرض كل الناس اللي في البلد سواء رجال او نساء بيدافعوا عنهم، وانت جاي تقول طواغيت؟ طواغيت دي كلمه كبيره قوي، كلمه كبيره قوي عليكم انتوا قبل ما تبقى علينا احنا. كلمه طواغيت دي كانت بتقال على الكفار، انتوا ازاي بتقولوها علينا احنا؟ علينا احنا انا بتكلم عن الجيش، الجيش المصري والشعب المصري الاثنين واحد، لان انا اخويا وعمي وعمك وخالك والناس كلها بتروح الجيش، فاللي هم يقولوا طواغيت على الجيش كانوا بيقولوا علينا احنا بالظبط. فقصه المسلسلات المصريه والافلام المصريه بتشوه صوره الاسلام
لا يا معلم، الناس دي هي اللي مشوهه صوره الاسلام، سواء بقى انصار بيت المقدس، داعش، كل الجماعات اللي بتبان سواء في الافلام المصريه او المسلسلات هم فعلا موجودين في الحقيقه. يعني احنا مش بنالف، احنا مش طالعين نجيب حاجه من خيالنا ونقول الحاجات دي بتحصل، الحاجات دي بتحصل حرفيا. ولسه حاصل من يومين، من امبارح اول امبارح تقريبا، الناس دي او انصار بيت المقدس او اي تكفيريين اللي في سينا راحوا قتلوا ضابط وصف ضابط وثمان عساكر في بئر سبع او بئر عبد في سينا قبل ما يفطروا، نفس اللي حصل في رفح الاول من في 2013. نفس الحاجه بتتكرر تاني، نفس السيناريو بيتكرر تاني، ناس بتموت وبنروح نجيب حقهم. اه بنجيب حقهم بس لسه الناس بتموت، لسه عساكر غلابه بتموت، لسه ضباط غلابه بتموت، لسه الناس دي بتروح تدافع على البلد دي وبيسيبوا اهلهم ومراتاتهم وكل وولادهم وكل حاجه بيروحوا عشان يدافعوا عن البلد دي. ان انت تقول عليهم توغيط او احنا بنشوه صوره الاسلام، لا، صوره الاسلام هم اللي بيشوهوها مش احنا تماما. خلونا نتكلم على اداءات الممثلين في المسلسل العظيم الاختيار، هنتكلم عليهم سريعا جدا. امير كراره بيجسد دور البطل احمد المنسي، فاكيد هيمثله باتقان شديد جدا، لان امير كراره اصلا بقاله 3 سنين بيجسد دور ضابط وعايش في الجو ده، وانا كمان السنه دي بيعمل دور جيش وبيعمل دور بطل اسمه احمد المنسي، فاداؤه بصراحه روعه جدا جدا جدا. الناحيه الثانيه احمد العوضي هو طالع مش عامل حاجه اللي هو غير هو مكشر، هو احمد طالع مكشر. اي نعم، هما الناس دي فعلا جايبه الحياه لهم مكشرين دايما واقفين وشهم جدا، بس المفروض اللي هو شويه، المفروض احمد العوضي اللي هو مش عارف، بس القصه اللي هو مكشر طول الحلقه وطول المسلسل ده بصراحه مضايقني، اللي هو انت ايه، فك يا معلم. في ممثلين تانيين، في دينا فؤاد وفي سارة عادل وفي ممثلين كتير في المسلسل ادائهم كويس جدا، ومسلسل كبوجمان هتلاقي كل الممثلين اللي فيه ادائهم كويس، ولا هتلاقيه اوفر المسلسل اللي هو الاوفر او الوحش، لانهم بيجسدوا حاجه حقيقيه، الحاجات اللي بتحصل في المسلسل او الكلام اللي بيتقال في المسلسل ده حصل في الحقيقه، فمش هتلاقي تجويد مثلا من المؤلف او تخلي اللي قدامك اللي تتبان عليه لا الممثل ده بيأفور، لا، كل ممثل بيعمل دوره باتقان وبالظبط جدا جدا جدا، فده اللي محل المسلسل وده اللي مخلي المسلسل شكله حلو. فاداءات الممثلين كلهم كويس جدا جدا جدا، سواء الناس اللي بتبقى اصلا ممثلين ابطال المسلسل او ضيوف الشرف اللي بيجوا او حتى ضيوف الشرف اللي لسه هيجوا. بصراحه مسلسل كويس جدا جدا جدا. مسلسل الاختيار لسه في اول 7 حلقات، ده ريفيو لاول 7 حلقات بس، اتكلمنا اول 7 حلقات وكنت لازم اوضح حته ان المسلسلات المصريه او الافلام المصريه بيشوهوا صوره الاسلام، كان لازم اتكلم في النقطه دي. فبدايه من 7 حلقات اللي جايه نبتدي نتكلم عن احداث المسلسل اكتر، نتكلم عن السيناريو بتاع المسلسل اكتر، نبتدي نرصد اللي بيحصل في المسلسل. عن انا قلته في حلقه النهارده، انا ما بتكلمش عن مسلسل كتير بس كنت لازم اتكلم في حته تشويه الاسلام ده، عشان دي كلمه كبيره قوي انها تتقال علينا وتتقال على الجيش المصري، كنت لازم اطلع اوضحها في الحته دي بالذات. فان شاء الله عن سيناريو المسلسل وعن اداءات الممثلين وعن كل الكلام ده نتكلم عليه في الحلقه الجايه، بس كان رايي قولوا لي رايكم انتوا في الكومنتس، هل فعلا المسلسلات والافلام المصريه بيشوهوا صوره الاسلام ولا الجماعه دي مشوهاه اصلا من البدايه؟ لو الحلقة عجبتك وكلامي عجبك انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات أول بأول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقي في الديسكريبشن تحت. ودي كانت تالت حلقة من رمضانيات القهوة، كان معاكم مصطفى، أشوفكم في رمضانيات جديدة، سلام.